بعد بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا نرحب بالحضور في المشاركين في الملتقى الدولي حول الاقتصاد السياحي بجامعة فرع عباس تحت رئاسة الدكتور عيفة عبد الحق المتميز دائما. معكم الأستاذ عثمان السفيان، أستاذ التسويق بجامعة فرع عباس. شاركنا في مداخلة تحت عنوان التسويق بالمحتوى كآلية للترويج للجزائر كوجهة سياحية بامتياز في شمال إفريقيا، مع الأستاذ عثماني مختار أستاذ التنمية المستدامة بجامعة فرع عباس، والأستاذ عطاوة محمد أستاذ التسويق بجامعة فرع عباس. كمقدمة يمكن القول أن صناعة السياحة وصناعة الضيافة وأسسها وأصولها العلمية من أكثر المواضيع التي شهدت تطويرا وتجديدا وتغييرا في ممارساتها التطبيقية، مما أدى إلى مع بروز التطور التكنولوجي إلى بروز نوع جديد من السياحة عرف بالسياحة الإلكترونية. كذلك مع التطورات الحاصلة في مجال التسويق الإلكتروني برز نوع جديد آخر من أنواع التسويق وهو التسويق بالمحتوى، وبالتالي صار التسويق بالمحتوى أو المحتوى هو الملك، كما يقال The content is the king. وعلى هذا الأساس يمكن أن نطرح الإشكالية التالية: إلى أي مدى تسهم أدوات التسويق بالمحتوى في جعل الجزائر كوجهة سياحية بامتياز؟ أولاً، السياحة الإلكترونية. السياحة الإلكترونية هي نمط سياحي يتم تنفيذ بعض المعاملات التي تتم بين مؤسسة سياحية وأخرى أو بين مؤسسة سياحية ومستهلك من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. أما التسويق الإلكتروني، ثانياً، التسويق الإلكتروني هو أحد مكونات التسويق الذي يستخدم الإنترنت والتقنيات الرقمية القائمة على الإنترنت، مثل أجهزة الحاسوب والوسائط والمنصات الرقمية للترويج للمنتجات والخدمات. كذلك التسويق الإلكتروني يمتد إلى القنوات الغير متصلة بالإنترنت والتي توفر وسائط رقمية مثل التلفزيون التفاعلي والهواتف المحمولة. وعلى هذا الأساس فإن الامتداد إلى القنوات غير المتصلة بالإنترنت هو الذي يميز التسويق الإلكتروني عن التسويق عبر الإنترنت. قنوات التسويق الإلكتروني: هناك العديد من القنوات المعتمدة في التسويق الإلكتروني، من بينها التسويق عن طريق الهاتف المحمول، التسويق عبر الفيديو، التسويق من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والتسويق من خلال إعلانات الدفع بالنقرة الواحدة، وكذلك التسويق بالمحتوى. والتسويق بالمحتوى هو جوهر المداخلة. يمكننا تعريف التسويق بالمحتوى على أنه نهج تسويقي يتضمن إنشاء المحتوى والإشراف عليه وتوزيعه وتضخيمه بطريقة يكون فيها مثير للاهتمام وذا صلة ومفيد لمجموعة من المتابعين المحددين بوضوح من أجل خلق محادثات حول المحتوى. وبذلك يعد تسويق المحتوى شكلا آخر من صحافة العلامة التجارية والنشر، مما يولد اتصالات أعمق ما بين العلامة التجارية والزبائن، حيث يحول تسويق المحتوى دور المسوقين من مروجي العلامة التجارية إلى رواة قصص. أدوات التسويق بالمحتوى لجعل الجزائر كوجهة سياحية: أولاً، الاعتماد على التدوين بلوغين. يعتبر التسويق بالتدوين أحد أبرز أشكال التسويق بالمحتوى، حيث تتلخص استراتيجية هذا النوع من تسويق المحتوى على صياغة محتوى هادف ومفيد وتقديمه إلى المستفيد. لذلك يعتبر التسويق السياحي بالتدوين أحد أبرز أشكال التسويق بالمحتوى، حيث تتلخص استراتيجية هذا النوع من تسويق المحتوى السياحي على صياغة محتوى هادف ومفيد وتقديمه إلى السائح، مما يجذب انتباهه. ثانياً، التسويق بالمحتوى الرقمي أو الفيديو. يعتبر التسويق السياحي عبر الفيديو من أكثر الطرق التسويقية فعالية عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي وليس منصة اليوتيوب فقط، وذلك لأن فكرة أو الهدف من أي فيديو ترويجي لمقصد سياحي يمكن أن تصل في دقائق قليلة وتنتشر أيضا في دقائق قليلة. كما أن 4 أضعاف المستخدمين أي السواح يفضلون مشاهدة فيديو عن المنتج السياحي أكثر من القراءة عنه. ثالثا، الكتب الإلكترونية إيبوكس. لقد ساهمت الكتب السياحية الإلكترونية بشكل كبير في تشجيع السياحة الإلكترونية وجعلها متاحة لمختلف شرائح المجتمع. ويبقى دائما محتوى الكتاب السياحي الإلكتروني هو الذي يحدد مدى إقبال أفراد على وجهة سياحية دون أخرى. خامسا، الوسائط
المتعددة بودكاست. لقد دابت المنظمات والهيئات السياحية العالمية على استعمال التدوين الصوتي في تقديم أهم العروض السياحية، وذلك إيمان منها أن السائح يحبذ البرامج والعروض السياحية المسموعة على قراءة الكتب السياحية الإلكترونية، وذلك لارتباطها بالجزء الأيمن من الدماغ، مما يشكل نوع من الإريحية في تلقي المعلومات والمعرفة السياحية. خامساً، الندوات الإلكترونية. لقد ساعدت الندوات الإلكترونية من فرص نشر خدمات السياحة الإلكترونية من خلال تشكيل مجتمعات التعلم السياحي، وقد ظهرت العديد من التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي ساهمت في اعتماد الندوات الإلكترونية لنشر خدمات سياحية الإلكترونية، ولعل أبرزها تطبيق زوم وجوجل ميت. كما تعد ندوات الويب أو الويبينار ثاني أفضل قنوات توزيع المحتوى التسويقي الموجه لتحويل العملاء المحتملين إلى عملاء فعليين، بمعنى سواح فعليين. سادساً، الرسوم المعلوماتية إنفوغرافيكس. يعتبر الإنفوغرافيكس واحد من أنواع التسويق السياحي بالمحتوى الذي نمت بشكل متزايد خصوصاً على شبكات التواصل، وهو تمثيل المعلومة السياحية في شكل رسوم بيانية مصممة لتجعل البيانات سهلة الفهم ولتبسيط المعلومات وتوصيلها بسرعة، بمعنى استخدام الرسوم المعلوماتية من أجل توصيل الفكرة حول منتوج سياحي معين أو خدمة سياحية إلى غير ذلك، حيث استخدام الصور يزيد من عملية الفهم على عكس الكتابة. كخاتمة، يمكن القول يمثل مبدأ التسويق بالمحتوى سوى نصف المعركة التسويقية، أما النصف الآخر فيكمن في كيفية تعزيز هذا المحتوى الرقمي بحيث يصبح المغناطيس الجاذب للعملاء، وعلى هذا الأساس يستدعي من المنظمات السياحية تطويع هذا المفهوم المتناول لتسويق خدماتها السياحية الإلكترونية بشكل يحقق لها الجدوى التسويقية من تواجدها في ظل تعقيدات البيئة الرقمية وفي ظل عصر الرأسمالية المعلوماتية. وشكراً على حسن الإصغاء والمتابعة.